يبدو أن معرفة كما قلنا إيه؟ الإيمان، معرفة الهداية، معرفة الحق، تمييز الحق من الباطل، الذوق، المشاعر الشفافة، اللطيفة، الرائقة، هذه أيها الإخوة من اختصاص القلب، من اختصاص القلب. وإذا عمي هذا القلب انتهى. لذلك لا تتساءلوا كيف فيلسوف كبير مثل برتراند راسل يا أخي لا نقول أسلم، والشرط أن يسلم، لماذا لم يهتدئ الإيمان؟ لماذا عاش ومات ملحدا عجزها 100 سنة؟ عالم، فيلسوف كبير، منطقي، رياضي، درس علوم كثيرة، ترك أكثر من 350 مؤلفا، عاش ومات اتيست ملحدا، طبعا لأن قلبه ميت، وحقيقة قلبه ميت. هذا تزوج أكثر من 4 مرات، وفي كل مرة يطلق أو يخون زوجته، وخان أقرب الناس إليه، ذكرتها مرة، خان تلميذه الوفي المعجب جدا به إلى حد الهيام، الشاعر والأديب الأمريكي الكبير ترانس إليت، تي سي إليت، يعني صاحب الأرض اليباب، صاحب الأرض اليباب، خانه في زوجته أو في صديقته، والعياذ بالله. لا قلب له، عقل كبير بلا شك، معلومات، انسيكلوبيديا كبيرة، لكن لا قلب، ما في قلب. هذا الذي يميز بين بشر وبشر، أعتقد هذا الذي يجعلك ترتاح إلى شخص ولا ترتاح إلى آخر. أنت ترتاح إلى أصحاب القلوب، قلوب اللطيفة. صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فنسألك اللهم يا علي يا قدير بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح ما فسد من قلوبنا. اللهم قدس ضمائرنا ونور سرائرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.